les matins, 7h, 9h. Rimad Limousine. En direct du Festival International du Film de Marrakech. Sur Shada FM. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. عماد في الليموزين، ولكن هذا النهار ماشي عماد في الليموزين، سي نزار الكراكي والبشير عبدو هما اللي في الليموزين. مرحبا بكم. الله يبارك فيك، فرصه سعيده، فرصه طيبه. وكنتمنى ان هاد الحركه اللي درتو معنا يعني حركه فنيه وعندها واحد اللمسه فنيه كبيره تستاهل الاسماء اللي يكونوا في هاد ليميسيون واللي يركبوا في ليموزين، وتكون ويكون الحوار يعني يكون خفيف، يعني ماشي ثقيل على الاذان ديال المستمعين. نقدم راسي بعدا، نقدم الكريكيب ليلى، يونس ديال الويب، مروان، حيت ملي كيجيو شي ناس شويه عندهم قيمه كنلوحوا ليه، هذه عاديه جدا. وعماد مرحبا. غادي نسولكم، ندخلوا شويه هنا، تلاقيتوا في تونس انتوما ياك؟ تلاقينا في تونس اللقاء الاول. واه الاخبار كتسرب، ما كاينش داك الشيء. شكون اللي بغى ديزاني 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 عاوتاني 32 لا ما كملناش ان شاء الله. سي 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 82 دابا نحسبوا يا سيدي، يلا نحسبوا حسبوا معنا الخوت، يحسبوا معنا ولا المستمعين دابا اللي كيسمعوا يحسبوا، غيبداو يحسبوا دابا. رجعوا قبل من الزواج، الزواج في 82. لا عرفتي دابا الحساب اللي غادي يكون اللي كيسمعنا يقولوا شحال عنده من عام، ما يحسبوا شحال ديال الزواج، يقولوا ملي تلاقاو في 82 ودابا عم الله شحال كان عندهم في عمرهم. الناس كانوا كيتزوجوا صغار، 9 سنين كان عندنا. لا غير باش نعطيكم الانيكدوت، شي دابا ملي جينا باش نهزوكم لوطيل قلنا لهم غادي ندخلوا نهزوا دي زارتيست. قالك شكون هاد لي زارتيست؟ قال لهم لا نزهر الكراكي، تبارك الله مازال شاد كتجري بسميتو. شو دغيا تسحب شاد، مازال شاد هادي راه كتحبط مازال شاد علينا، راه ديما شاد هنا شاد في راجلك، ماشي زعما مازال شاد بحال غير مكابره، مازال شاد باقي، غير الله يجيب الاعمال فينا نزيد، باقي عندنا جعبه عامره ان شاء الله بالاعمال، وبقى كنتمنى نلعب بزاف الادوار اللي باقي ما لعبت، والخير امام. وهضروا جوستومون على هاد مازال شاده في راسك، واش ما كتخافيش شي نهار؟ شنو الراجل راك عارفه السكسي اللي كاين تبارك الله، زعما كيفاش درتو بوغ يوسير هاد المارياج؟ باسكو كنعرفوا سوا في الانترناسيونال ديما داك لي مارياج ديال لي ستار تيكونوا دو ستار ما كيكملوش، ما كيضربوش 4 سنين 5 سنين. الدول الاخرى، الدول العربيه ماشي في المغرب. لا. لا 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 لا، السينما المكرمه يعني كتستاهل انها تستاهل التكريم. لحد الان الامور غدا على ما يرام الحمد لله. ما عمركم ما قلتوا لا بان ما كيديوهاش في الفنان المغاربه، كيعطيو الاسبقيه لي زانترناسيونال؟ كان سابقا شحال هادي، ما دابا في هاد السنوات الاخيره كولات التساوي المساواه في كل شيء، يعني الحمد لله الحق اللي كيتم ولو انهم ضيوف ومن حقنا حنا يعني نهتموا بهم ونفضلهم علينا، ولاني ولات واحد يعني انا عندي ملاحظه صغيره وقلتها يمكن حتى في السنه اللي مضات، هو انه ما كنلقاوش شي حد اللي يمكن له يعرف الفنانين المغاربه بالفنانين الاجانب، كيجيو ما كيعرفوناش. مثلا الا جيت حدا فنان اجنبي سواء مصري ولا عربي ايه عربي هو المهم، ما كيعرفوناش حنا كنعرفوهم وما كيعرفوناش، ولكن ما كنلقاوش شي جهه معينه اللي يمكن لهم يديروا واحد اللقاء بالفنانين ويعرفونا هذا فلان باش حتى هما يديروا غير شي عشاوات شي غداوات مثلا، ولكن يقدمونا لبعضنا. Tous les matins, 7h, 9h. Rimad في الليموزين. En direct du Festival International du Film de Marrakech. Sur Shada FM.